الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. هذه كاميرتي، أنت أحلى مخرج في العالم. حياكم الله مشاهدينا، ويا هلا وسهلا فيكم، الله يحييكم في فقرة كنوز اللي نسعد فيكم ونسعد بمشاهدتكم ومتابعتكم، مبسوطين دائما وأبدا بتواصلكم معنا ومشاهدتكم لنا ودعائكم اللي يصلنا في السوشيال ميديا، فشكرا لكم، الله لا يحرمنا من هالتواجد. الليلة راح يكون إن شاء الله كالعادة كل أسبوع معنا هالضيف يوم الأحد. الأسبوع اللي راح كان عنده ظرف واعتذر، ولكن الأسبوع هذا موجود معنا، نشكره والله يكتب أجره على يعني الرجل اللي يتعب من مكان بعيد حتى يجينا هنا استجابة لدعوتنا، فالله يكتب أجره ويجزى عنا خير الجزاء. شيخنا وتاج روسنا الغالي والعزيز على قلوبنا الشيخ علي الياسين، مرحبا بك ملايين يا شيخ. حياك الله يا ابو عبد الله. يلا شيخ ناصر، كلماتك هذه صراحة نزلت كالماء البارد على يا حبيبي. الله يسعدك، الله يرفع قدرك ويعزك من يسمع القائمين وهل يشاهدون. امين، الله يحييك يا شيخ علي، والساعة المباركة، مبسوطين بشوفتك والحضور معك. شيخ علي ما شاء الله غني عن التعريف، يعني الله مستعان، منذ ان كنت طفلا صغيرا وانا اسمع محاضرات، الله يعني اكبر ايش قصدك. وانا عمري الان 40 وانا كنت اسمع، يعني عمري 8. الله يعيك يا شيخ علي، الله يطول عمرك على طاعته ومرضاته. امين. حياكم الله يا شباب. مرحبا. لازم اذكركم بالاسماء، فيصل عبدلي، علي بن رويس، طارق حطاني، عبد الرزاق الفرج، مرحبا بكم جميعا. والغايب في حكم البرنامج ما نقول عذرا معه، راح يكون خصم عليه، بس في يعني في شباب متاخرين الان، ما عدا اصيل الشهراني ضبط قهوتنا بيض الله وجهه، اما الباقيين المتاخرين يا شيخ راح يكون عليهم خصومات، لانه كان برنامجهم من المغرب مددناه قلنا بعد العشاء، الان تاخر ساعه ونص، فلازم انه يكون في خصم جامد. وفي الاخر لابد من الحزم شوي، لابد من الحزم، وحنا في زمان الحزم. ايش تقول يا عبد الرزاق؟ والله انا اقول اللي ما جاوا حتى لو مستاذنين يخصم عليهم، لان اللي جاوا مبكرين غير اللي ما جاوا. صحيح، انا ملاحظ انك منضبط جدا. مره الاسبوع ذا ان شاء الله النجم، ان شاء الله نجم بيني وبين هالاسبوع باذن الله. باذن الله. عبد الاله متاخر ترى نص ساعه ويتكلم بعد، تاخذ نص ساعة. يعني واحد جاي قبل ساعة. وعبد الله اسمح لي بضحك عليه. انا جاي بكر، بس اني كنت وش غني من اليوم، انا جاي بدري، انا جاي بدري، وفي نهاية جاي ناس قبله. فينا انا جاي مبكر، بس كلمت كنت تصلح مايك، كنت عند مهندس الصوت. اي نعم، ولا عند الظاهري كذا، انا كنت اصلح الزر حق المايك. طيب عموما مبطى من جاء، والله يحييكم وسعيدين فيكم، والبقيه من تاخر ما نقول عذرا معه، راح يكون خصم عليه جامد من الفريق التايم كود والفريق المراقب، لان هذه مسابقه وكل واحد يعطى حقه حتى ما يظلم احد. طيب الليله احنا معنا شيخ علي الياسين، وفي سؤال راح يكون جوابه في هاشتاج الفرصة. اليوم كم؟ 38؟ 38. كم؟ 38. 38 فرصة، 38 السؤال. بخلي الشيخ علي الياسين هو اللي يطرح السؤال، أبغى يمخمخ كده على سؤال زين. حاضر لك سؤال ولا خليه شوي؟ خليه شوي. طيب عشان الشيخ يمخمخ على سؤال زين، خليكم قريبين في جائزة نقدية 300 ريال، راح يكون السحب إن شاء الله نهاية الفقرة في هاشتاج الفرصة 38. الليلة حنا شيخ علي، عنوان لهالحلقة بإيش يا شيخ؟ عطني عنوان بس. قرة العيون. قرة العيون. خلني قبل لا أروح لك يا شيخ أسأل الشباب وكذا يخمنون وش معنى قرة العيون. كل واحد ممكن عنده يعني رأي أو فكرة، أو ممكن يجيب الموضوع صح 100%. علي بن رويس سمعت قبل شوي نسولف أنا الشيخ عن الموضوع ولا ما سمعت؟ استبعده. استبعد علي. سمعت، عرف السالفة. طيب. شباب سلطان أبو رزيقة. ياخذ 100 نقطة إني حضرت أول واحد. تستاهل 100 نقطة، لكن إن شاء الله نرتب الأمور بإذن الله يكون بيننا أحلى اتصال. قرة العيون وش المقصود فيها سلطان؟ قرة العين اللي هو قرة العيون يا غالي، ما هو في العين نفسها، مستشفى العيون بدون. طيب قرة العين يعني الشخص اللي مثل عينك، يعني تعده مثل عينك الشخص هذا، يعني تعده شيء كبير، يعني إيه شيء كبير، شيء ثمين.
بالنسبة لك شيء ثمين ما مفسر ما بعد جهدي بالماهي. يقصد الشيخ ناصر وش أيه؟ معنى الكلام؟ لا أقصد إحنا نقصد إيش؟ نقصد إيش؟ بنتكلم نقصد عن إيش؟ نقصد موضوع إحنا نتكلم عن شيء. أنا عندي. إحنا ما قلنا. عطوا فرصة لأنه ما فهم يمكن. إحنا ما قلنا فسرها لغويا. هو حتى بس عنوان حلقة. سلطان ما هو فاهم أصلاً هو. لا لا لا. ها شفت كيف؟ شو يقول؟ أصيل لو تتقدم. والله إني منافسك على المركز الأول. والله إني منافسه. طيب. بإذن الله. أبو رزيقة يلا قرة العين يعني قرة العيون قرة العيون الأم يعني الأم يسمونه قرة العيون أو حلو أو يعني. اجتهاد جميل تشكر عليه لكن ما ندري أصيل وأنت واقف تصب القهوة بيض الله وجهك وجهك أبيض عطنا وش عنوان حلقة قرة العيون لما يتبادر إلى ذهنك العنوان هذا وش إحنا متكلم عنه حتى المشاهدين ودي يعطونا وش إحنا متكلم عنه عندي يلا. إجابتين سمعت أنا والشيخ قبل شوي نتكلم إجابة واحدة؟ أختار واحدة لازم أختار منها أختار واحدة يلا سمعتنا قبل شوي أنا والشيخ لما تكلمنا عن الموضوع ولا ما سمعت؟ لا والله ترى أعرفك صادق لا والله صدق ما طيب. سمعت يلا سم قرة العين أنا أشوف قرة العين اللي هو قرة العيون قرة العيون؟ إيه شوفت رسول الله أشوف ها؟ قرة العين إني أشوف رسول الله عليه الصلاة والسلام شهاد جميل طيب سلطان خلنا نحير الشباب نرجع لك يا شيخ قرة العين واللي يجاوب صح 100 نقطة طيب تنفعهم قرة العين شوف هي بين العائلة اختار انا ارجح الاخت الاخت انا ارجح لا بس هو جاوب شلون يجاوب ثاني مرة لا اله الا الله خلاص مو فقرة القناص يا غالي صح الامور طيبة الاخت الاخت وابو رزيق يقول الام انا اقول الام وانت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم نروح فيصل عبدلي عطنا فيصل يا مخرج انا اقول الزوجة الزوجة يمكن الزوجة أسأل الله أن الله يزوج الزوجة أنا صراحة اخترت بين الزوجة وبين الجنة الله لكن شوف في الدنيا إن كانت في الدنيا شوف الرابط يبي الحورية هذا الرابط صعب لكن إن كان في الدنيا ممكن تكون الزوجة في العائلة الأم تزوجت أنت؟ لا والله هوجس قريبا قول يا رب متى يعني؟ يعني بعد 5 سنوات خلى تصريح حصري أمك تفرح الآن على الهواء والله يا شيخ إني أدعي نقول من 2 إلى 4 إن شاء الله 2 إلى 4 كم عمرك الآن ممكن نعرف ولا لا كلاسيفايد مرة سري مرة الله يا سري الله أهم شيء إنك سنجل الحين أبو عبد الله والله إني أصبح أدعي له وأمسي أدعي له هذا الرجل يستاهل والله حفظ كتاب الله ويستاهل ما شاء الله طيب علي بن رؤية لو ما تكلمنا أنا والشيخ الحين بترك الشيخ خليه يحلق بس أبغى أسمع منكم الجواب لو ما سمعت أنا والشيخ ندردش عن الموضوع وش كان بيدور في ذهنك بكل صراحة الأبناء الأبناء جميل قرة العين يعني هذا لو ما سمعت موضوع صحيح وأظن في حديث الشيخ صلى الله عليه وسلم بيت سموه بيت الحمد قبضتم فلا تكبد ايه ما بحوله ما في مشكله اجتهاد صرت عينه طيب سمعت مني يا شيخ علي ابغاك اول شيء تحضر سؤال للجمهور عشان يجاوبون بالهاشتاج والشيء الثاني يستاهل احد منهم 100 نقطه ولا كلهم صفر والله شوف هم هذا حبايبي حولهم حولها يدندنون ترى بامكانك تعطيهم كلهم 100 نقطه عقابا اللي تاخروا والله خلاص اللي ترى لانهم صراحه انا جابوا جزء من الاجابه طيب يستاهلون ان شاء الله كلهم 100 نقطه تحيه لكم يستاهلون شكرا شكرا يا ابو دام الشباب ما جو في يستاهلون كان انا نقطه فلوس كان قلنا نص بنص بيض الله وجهك يا ابو عديان تستاهلون من النجم تستاهلون الله اني امدحهم طيب حلق بنا يا شيخ ولا تنسى سؤالنا ان الجمهور ينتظرون بيشاركون الله المستعان اولا بدايه انا اعتذر على الاسبوع اللي فات ما كنت موجود احتاج تعتذر انت قدمت الاعتذار يا ابو الله يا الشيخ ناصر راعي محل ما يحتاج لكن والله جاني ظرف كنت خارج الرياض وتعذرون الجمهور الجميل المبارك الراعي يعذر قدمناك والله الله يرفع قدم حسن ظنكم وتقديركم اللي يسمع كلمه قره عين طوال عقله يروح للصلاه الصلاه لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قره عيني الصلاه في الصلاه وبعضهم لا يذهب فورا الى التوحيد خاصة في كتاب اسمه قرة عيون الموحدين يقصد بالتوحيد يا سلام لكن لا هذا ولا هذا قرة العيون يوم حين نتحدث عن ليس الأم ولا الزوجة ولا الزوجة ولا الأخت ولا الأخت أنا قلت رسول الله خلاص قرة عيون الأمة كلها عليه الصلاة والسلام اللهم صل على نتكلم في من هم دونه إيه إحنا ما نتكلم عن جبت راس الهرم لا نتكلم في ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا نتكلم عن المرأة بشكل كامل عن المرأة عن المرأة التي كما يقولون نصف المجتمع نقول له المجتمع كله صحيح لأنها النص وتطلع النص تنجب النص الآخر تنجب النص الآخر فكلامنا اليوم عن قرة عيوننا
قرة أعيننا إن كانت أما، قرة أعيننا إن كانت ابنة، قرة أعيننا إن كانت أختا زوجة، قرة أعيننا إن كانت أختا لنا في الله. ولو لم تكن بيننا قرابة، هناك القرابة الأعظم أنها أخت لك في الدين. يا الله، فإحنا بنتكلم عن هذه الجوهرة، عن هذه الجوهرة المصونة، والتي والله إنها أغلى من العيون، أغلى من أعيننا. أنا ليش يعني استشرت الإدارة الجميلة الرائعة بقيادة الشيخ إبراهيم وأيضا رائع المدير في طرح هذا الموضوع؟ لأن نحتاجه فعلا، نحتاجه حتى نزيل الغشاوة، نحتاجه حتى نصحح المسار حول بعض النقاط الهامة جدا. أهم نقطة تقال، ما هي مكانة المرأة؟ مكانة المرأة والأحبة، حتى نعرف مكانتها التي أعطاها ربها إياها في كتابه، لما نرجع شوي الوراء، نرجع شوي الوراء. قبل ما نرجع شوي الوراء، سؤال الحلقة، حنا طرحنا قرة عيون، قرة العيون حنا طرحنا، وذكرت ثلاث معاني لهذا العنوان. ما هي هذه أعيد يا شيخ عشان حنا لأن قرة العيون لما طرحنا السؤال، أيه؟ سمعنا من الرجال الأفاضل شاوس، سمعنا منهم بعض الأطروحات، نعم، وثم أنا طرحت طرحين، أيه؟ وطرحنا الثالث هو عن المرأة. طيب، قرة العيون ماذا يقصد بها غير المرأة فيما ذكرناه الليلة؟ مما ذكرت أنا، كيف ما ركز؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنا كان إيش ثاني؟ وش يا علي؟ كنا قال التوحيد، كنا قال والله ما أدري توحيد. المهم عاد، المهم لا تغشونا شباب، أنا مغشح، أنا أقول ما ركزنا. يوم نحن في الديرة أبو عبد الله، يوم نحن في الديرة قال أبو يلا الله في التوحيد والله الله في الصلاة، أهم شيء عندي ركز عليها. ما يصير يا أخي، لا والله ما يصير، لما غشانا فليس مني، ليس منا، بس هو جالس يتكلم عن هذا، استعانة بصديق. طيب، السؤال زي ما سمعته الشيخ، السؤال صعب ان يعيد، انا احس انه مشوار صح. لكن عنوان لقاء قرة العيون، قرة العيون اقصد بالمرأة، المرأة. انت ذكرت امرين غير المرأة، ذكرت امرين ورد فيها الحديث ورد في كتاب. طيب، قرة عين يقصد بها اص والتو. طيب، والتو يلا اعطونا الجواب، اعطونا الاثنين، لا تقول والله المرأة قد ذكرنا العنوان احنا الان. طيب، اعطونا الجواب في هاشتاق فرصة 38 واربحوا جائزة نقدية نهاية الحلقة. سؤال جميل، ويا ليتهم بعد يكتبون الحديث، لانه ممكن يغرد في ناس يتابعونه، فحلو انهم يقرؤون. وجعلت قرة عيني في ايش؟ ولا لا يا شيخ؟ فص طيب طيب شيخنا، تقول انت مكانة المرأة، المرأة في الاسلام اللي يقرا. انا لي شريط قديم انزلته محاضرة اسمه رفقا بها، دعاية خير قديمة، موجود على النت، تكلمت فيه عن مكانة المرأة في الاسلام. فقرات في سرد تاريخي، والله ساعات تبكي، سبحان الله، تبكي لمكانة المرأة فعلا في الملل السابقة والأقوام. يعني خذ مثلا اليونان، هل تعلمون أن المرأة كانت تعذب، كانت تجر بالخيول، تمتهن، كانت اسمه عدة للإنجاب، جلاتك سريدة، فقط كانت معدة للإنجاب. هذا عند اليونان. عند الصينيين القدماء، الصينيين كانوا يقولون أن المرأة ليست أن المرأة أشد شرا من الأفاعي والعقارب، حول هذا المعنى. أعوذ بالله، أشد شر. طيب، من اللي جابه هذا؟ هم يقولون هم أشر، كان يقول لك أشد شرا من الأفاعي ومن العقارب، لما أكون واهم في لكن الأفاعي متأكد. عند الهندوس قديما ولا زالوا إلى الآن على هذا، المرأة تحرق إذا مات زوج، ولا بد تحرق، ما تقعد حية بعده أبدا. إلى الآن وإن كان الآن في حقوق الإنسان قائمة عليهم، لا زالوا. هذا من ديانتهم، حتى الرجال من ديانتهم، من الديانة عندهم، طبعا لهم منهم معتقدات فيها هي، لكن تحرق وحية، تحرق حية. لا إله إلا الله. عند اليهود، اليهود عند المرأة عند اليهود تعتبر نجسة، أعوذ بالله، ليس لها قدر ومكانة. لذلك المرأة إذا أصبحت في العذر الشرعي عندهم، ما تأكل مع الزوج ولا تقابل تجلس معه، يعتقدونها نجسة. العذر الشرعي، الحيض، ما تجلس معه ولا تسلم ولا تقابله.
هذا عند اليهود. عند اليهود. إيه. عند النصارى قبل تقريبا في عام 700 وكذا للميلاد، تقريبا 650 ميلاد، ما أنا ضابط التاريخ للميلاد، قبل ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا كبار القساوسة، اجتمعوا كلهم حتى يقررون مسألة واحدة، يقررون هل المرأة لها روح مثل الرجل ولا لا. اكبر عليها وين وصل الأمر يعني؟ لها روح شو المقصود؟ يعني لها روح ولا لا، زيها زي الباقي المخلوقات الأخرى. عجيب، هل لها روح زي الرجل؟ هذول يفلوها أم إنها لا؟ فخرج إيش الرأي اللي خرجوا؟ خرجوا أن ليس لها روح مثل الرجل إلا عيسى أم المسيح فقط، مريم. مريم مريم إلا مريم أم المسيح. طبعا احنا نتكلم عن كديانات كمعتقدات، قديما ولا حديثا؟ قديما، ولا زال بعض كثير منهم على هذه إلى الآن كمعتقدات. خذ عند العرب الجاهليين، عند العرب الجاهليين كانت المرأة تورث. تورث 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 مو تورث تورث هي كأنها متاع يورثها. إذا مات الأب الزوج أكبر أولاده يرثها كما يرث المتاع، أكبر أولاده بل ما فهمت يورثها كأنها متاع، كأنها خيل، كأنها بيت، كأنها من الممتلكات، يرثها كأنها من الممتلكات. يعني معلش تصبح له بدل ما يساكت لأبوه يتوطى يصير له. عجيب. إيه، فكانت تورث عند كثير منهم كما يورث المتاع. تورث وليس تورث، يعني زي البيت زي زيها من الممتلكات، يرثها الأب الأكبر، الابن الأكبر. ما كان لها كرت. سلمت الله يبارك فيك. أنا والله ما لي خاطر، يكفيني هذا عشان بارد الجو. الله يبارك. ما لي خاطر والله. فكان الصفة السائدة عند كثير منهم هذه، ما لها قدر، بل وصل الأمر ليس لهذه المسألة لا، بل ما هو أعظم أن تقتل. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت تقتل. الوعد اللي هو القتل، الدفن وحية، تدفن وحية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا عند العرب الجاهليين، وهذا عند اليهود، وهذا عند النصارى، وهذا عند اليونان، وهذا وهذا. شيء فعلا يؤلم القلب لما كانت عليه هذه المرأة المسكينة الضعيفة. ثم أتى الإسلام. صوتي أتى الإسلام ليضعها على العرش. يا الله، يضعها على العرش. الآن بس مرور سريع، لأن بنسمع من الشيخ ونسمع منكم، مرور سريع لمكانة المرأة بشكل سريع إن كانت أم. شوف الآن ماذا كان لها إذا أصبحت أم. جعل الله عز وجل حقها أعظم من حق الرجل. أمك ثم أمك ثم أمك، حديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والجنة تحت أقدام الأمهات. قبل ذلك الله عز وجل جعل حق هذه المرأة، الله جعل حق هذه المرأة، قارن حق المرأة مع الأب طبعا بيمر معنا التفصيل، قارن حق هذه المرأة بحقه جل وعلا. أعظم حق ما هو؟ التوحيد. صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حق الله العبادة. ومع ذلك الله عز وجل قال في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن حقهما بحقه، وقدم حق المرأة على حق الرجل، قدم حق الأم على حق الأب. الله. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، إلزم رجليها فثم الجنة. يا الله. إلزم رجليها فثم الجنة. جعل باب من أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة الوالد، فإن شئت كما في الحديث أن تحفظ ذلك الباب أو أن تضيعه. جعل باب للوالد، والوالد يشمل الأم والأب. فإذا كانت أم، انظر، جعل برها، بل جعل عقوقها من أكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. صحيح. وشهادة الزور كما في الحديث. فقارن حقه بالطاعة بحقه جل وعلا، وأيضا قارن ذنبهم بأعظم ذنب، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. نعرف قدر الأم، هذه الأم اللي تشتم بل تنسب، تنظر بساعات
يعني أم تنضرب من ضربها ابنها، فلذت كبدها اللي تقطعت أحشاؤها وهي تخرجه، اللي والله لو جوها في ذاك اللحظة وهو يخرج من هذا الجنين مقطع عن الأحشاء والآلام وجو في اللحظة هذه خيروها أنت، ولو قالت طلعوا الروح طلعوه، خذوا روحي وطلعوه في هذه اللحظة وتتقطع والآلام، ومع ذلك هذه اللحظة وأول ما تولد وقد راحت في غيبوبتها أول ما تصحى وينه؟ لا إله إلا الله، تتوها ما تدري عن نفسها وينه، ما ترتاح لين يجيبونه عندها لو بدم ولو بالسر تشمه وتحضنه تحضنه، ما فكرت في الآلام ولا الدماء ولا. أنا أسألهم، سألت زوجتي الله يحفظها وجميع نساء المسلمين، سألتهم عن لحظات هذه وأختي وخوة، أسألهم عن تلك اللحظة التي فيها روح تخرج من روح، روح تخرج من روح، لو خيروا المرأة في تلك اللحظة أن هذا الجنين يختفي وتختفي آلامها، تختفي الآلام أو أن الآلام تتضاعف ويخرج، قالت والله لو تطلع روحي بس همشي يطلع، لا إله إلا الله همشي يطلع. وهذا كلام كل الأمهات، أمي الله يرزقني برها آمين يا رب، قبل يومين ثلاثة دقت علي وأنا كنت صراحة متنقب من منطقة لمنطقة يعني، وما ساعات ما أدق عليها تسمعني الآن، ما أدق عليها ما أبغى أشغلها، ما أبغى تسمعني والله كنت وين والله في أبها، ثم دقت علي اليوم الثاني إلا أنا في حائل، وش وداك ذا المشوار كله سهران في الليل وكذا وأقلقها، فتدق علي كنت أنا في أبها وصرت في حائل ما شاء الله عليك، فما دقت علي اليوم الثاني، دقت علي وينك؟ قلت والله يمها آمري ما بقول، قالت وينك فيه؟ قلت والله في حائل، حائل ليش معلمت ليش ما؟ قلت يوم والله ما بأقلقك وكذا، وبعدين قلت ولا تخافين علي رجاء، قالت والله لو انك شايب طايح انت بزر في عيني، سبحان الله صدقت، لو طايح لا يغرك ترى، تراك بزر عندي، تراك ولدي اللي يخاف عليك وأقلق عليك. فهذه الأم التي هذا مشاعرها وهذا حبها وهذه تضحيتها، يصل الأمر أن يساء إليها من فلذة كبدها من ابنها، ما عرفوا قدر الأم ورا عرفوا مكانتها، وترى دين، ترى بتسدد دين بيتسدد. يكلمني أحد المشايخ ما ودي أذكر اسمه، رجال الهيئة الكبار صلى الله يمدفع عمره، يكلمني عن قصة وقعت قبل 15 سنة، يقول جاءنا بلاغ عن أم بنت ضربت أمها وطردتها برا البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ يكلمني شخصيا، يقول ما تحملت أنا الموقف، ما قلت والله يا شباب اطلعوا يا الفرقة، لا يقول بنفسي طلعت، ما تحملت أم تنضرب وبنتها تضربها، يقول رحت يوم قربت على البيت وقربت على جيز إلا قاعد على الرصيف تبكي، يقول عرفت هذا العجوز، هذه العجوز كانت تضرب أمها وتطردها من البيت، معي شيخ سمعت معك، هذه العجوز المضروبة الآن كانت تضرب بنتها وتطلعها، فدين تسدد. لذلك هذا العقوق يا من يعق أمه يسيء إليها، ترى دين مسجل في الحديث، بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، ترى دين مسدد، دين مسدد. فهذه مكانة المرأة كأم، إيش لها؟ ربط حقه المولى عز وجل بحقها، قارن معصيتهما بمعصيته جل وعلا، وعطاك الأجر العظيم وعطاك الدرجة العالية والجنة، باب من أبواب الجنة، وعطاك من أحق بحسن صحابتي، أمك أمك أمك، لنعرف مكانة المرأة في الإسلام، غير اللي يقولون إن هناك اللي يريدون أن والله نغتر بغيرنا من المجتمعات اللي الأم ترمى تكرمون في المصحات، ولا من القصص المؤلمة اللي سمعتها من بنت وأمها لهم 5 سنوات ما تقابلوا أحد الدول الغربية، ما تقابلوا، إيش المصيبة؟ تقابلوا صدفة في سوق سوبر ماركت يسمونه، تقابلوا صدفة بعد 5 سنوات اتضح أنهم ساكنين في نفس الشارع، بينهم بس 7-8 بيوت، لا إله إلا الله، نفس الشارع ساكنين، حرمان ما عرفوا تلك المرأة العجوز اللي بكت شافت بس أحد أبناء المسلمين كيف يهتم بأمي، بكت تكون عندما كم قالت 4-5 سنين، تقول والله من 20 من كم سنة ما شافتهم ولا اهتموا فيها، بل بعضهم والله يموت في بيته ما درى عنه أبناؤه، وهي أم لها المكانة والقدر.
هذه مكانة المرأة إن كانت أمًا هذا شيء يسير. طيب جميل، أنت الآن شوي بنمر للزوجة. إيه بنروح كذلك للزوجة والأخت وغيرها، لكن هنا في الهاشتاج بورصة 38 أم أمجد الحربي تقول: يمه عسى ما جاك تكفير زلات يشفيك رب الكون من كل علة، دعواتكم للوالدة أن الله يحفظها ويشفيها ويعافيها. آمين. الله يشفيها وجميع مرضى، الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، وأن الله يمتعها بصحتها ويرزقها بالرحى. آمين رب العالمين. الآن بدي أخذ من الشباب، بما أن الشيخ تكلم عن الأم وهي يعني تكلمنا عن المرأة، فأعظم ما يكون في قلوبنا تجاه المرأة هي النظرة إلى الأم بنظر بر ونظر رحمة ونظر جمال. أصيل لعلك تكون معنا. لبي على وجهي بس نبغى أخذ غلط. طيب ودينك تجلس حتى تشاركنا القول، نبي نسمع كلامك لأن يعجبني طرحك الجميل يا أصيل. طيب أبو رزيقة، الأم، مكانة الأم في قلبك أنت وش تقول؟ الأم مدرستي. أيوة. إذا عددتها عددت شعبا طيبا عراقي. العراقي. والأم مهما تكلمنا، أنا أتكلم عن أمي، أغلى ما عندي، أغلى ما أملك. والله العظيم أنه من تسمع كلمة الأم يا أخي تجيك أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. الأم مهما قلنا ومهما سوينا ومهما فعلنا ومهما عطينا ومهما، والله العظيم ما جينا ربع من اللي هي تفكر فينا. صحيح. والله ما جينا شيء. يعني احنا يعني والله لو صار أعمارنا على 90 احنا صغار على قولة الشيخ، والله ولا شيء. يعني بالأم، الأم أنا والله إذا جيت أتكلم يعني يا أخي أنا أتخيل من شوي الشيخ يتكلم وأنا جالسة أفكر كثير، يعني كيف أن الإبن يعصي أمه، كيف يقوى هالأمر، كيف أنه ينام، كيف أنه يقدر أنه يعني يطول صوته عليها، كيف أنه يقدر أنه، لأن الأم مهما سوينا مهما فعلنا والله ما جينا حقها، والله العظيم. صحيح جميل. وأن تذكرنا بعد يا أبو رزيق، بما أنك تكلمت، من ينتقص في حق المرأة بعمومها؟ إن نظرت أنت مباشرة إلى أمك قلت لها والله ونعم في النساء كلهم، خلاص فيهم الخير والبركة، لأن أمي هي أمام عيني وتمثلهم خير تمثيل بحرصها علينا، بقربها لله سبحانه وتعالى، بحبي لها، فتجد أن النساء كلهم إن شاء الله فيهم الخير. أصيل وش تقول؟ مكانة الأم في قلبك. أنا أمي حياتي كلها، لا هي ولا أبوي، ما وصلت إلى المواصيل كلها إلا من أمي وأبوي. أنا متكلم الشيخ قبل شوي، أنا غصبا عني لأني أنا واعد أمي ما تنزل دمعتي على هواه، وعدتها وعد، ولكن أعتذر يا أمي، شيء جاب طاريس فيه بنزل دمعتي غصب من كلام الشيخ. فأنا أقول اللي يعصي أمه واللي تمد يد عليه أمه، أقول الله يجعل ربي ياخذ روحك تفتك من ذا الدنيا، لما خلاص انتهيت انت نسبه في الدنيا وفي الاخره انت انتهيت. صحيح. لان استمريت في الدنيا وتوفت امك، على ما تكلم الشيخ بيرجع لك الدين اللي ذوقته امك وابوك، بربي يرجع في واحد من اولادك وبيسوي فيك زي ما سويت انت في امك وابوك ويمكن دبلها. فاقول انا ضيعت الدنيا وضيعت الاخره. ونشهد. فانا اقول اللي عنده امه وابوه قدام عينه يرضي خاطرهم لو بالدنيا دي كلها. أنا عندي حاجة، أنا من النوع اللي أحب السفر وأحب البر وأحب أسج، ما أحب أقعد في ديرة وقت طويل، ما أحب. وأمي وأبوي يعرفون الشيء هذا عني، وهم يخافون علي عشان السيارة والحوادث والقلق يعني هذه الأمور كلها، زي ما قال الشيخ قبل شوية أنه يسافر من مدينة لمدينة يخاف أنه يشغل أمه يقلقها ما تنام آخر الليل. في الوالدة عندي نفس الوالدة عندك، أسأل الله أن الله يحفظهم. فيوم جيت أتكلم أجيهم أنا أول شيء، أبوي أمي أنا أدركهم أنا بمشي، إذا شفتهم خاطرهم سالي ويقولوا لي روح، عرفت بعد الله أني بروح وبرجع وأنا بخير. يا سلام. واحد منهم قال لي لا تروح، ولا خاطري ما هو براضي أنك تروح، والله لو ملايين الدنيا في الديرة اللي بروح لها ما طبيتها. يرضى الله وجهك. والله يزيدك. أسأل الله الذي تجلت قدرته أن الله يخليهم لي. آمين. ويحفظهم لي ويرحم جميع أموات المسلمين كانوا من أم أو أب أو أي إنسان في الحياة، واللي توفى أمه وأبوه أسأل الله أن الله يجمعهم في جنات عرضها السماوات والأرض. آمين يا رب. بارك الله فيك. أنا بعد ودي أخذ تعليق الشباب، لكن خلوه في موضوع
جانب الأخت والزوجة وغيرها من يتكلم عنها الشيخ، بس ودي أذكر المشاهدين بالسؤال والجواب في هاشتاق الفرصة 38. السؤال ذكره الشيخ أمرين ذكرهما في البداية عن قرة العيون، جعلت قرة عيني في إيش؟ اذكروها. والأمر الثاني كذلك ذكر الشيخ، وش الشيخ الحديث؟ الكتاب قرة عين الموحدين، هو أصدموا بعضهم هو التو توحيد التوحيد. طيب أغلبكم أجاب في الهاشتاج، فحنا ودنا نشوف مشاركاتكم في موضوعنا هذا اللي نتكلم عن المرأة. الشيخ بدأ وحلق بنا عن الأم، وما أجمل حديث عن الأم، دائما يحلو المكان ونأنس وننبسط كثير عن حديث عن أمهاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يا ربي أن نكون قريبين منهم بارين فيهم، وأن لا يجعلنا من العاقين. بفضل الله يا شيخ دائما عيد وأقول الآن في بعض المدن في المملكة العربية السعودية أغلقوا دور المسنين لبر الأبناء والبنات في آبائهم وأمهاتهم، فهذا شيء جميل نفتخر فيه، فالله يزيدهم يا رب العالمين. طيب عندك تعليق على كلام الشباب ولا بتنتقل إلى المرأة واللي هي الزوجة والأخت وما إلى ذلك؟ هي تعليق بس في آية سم. لما تكلمنا عن مسألة الضرب والشتم، لو تأملنا قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وش أف؟ أف قول أف. أف أف قال العلماء هي كلمة زجر أو كلمة تضجر، كلمة تدل على التذجر، هي هوى يخرج في الهوى. ولدي يا ولدي ودني السوق أف. صليت يا ولدي أف أف أف، هي نفخة هوى في الهوى تدل أنك كاره لهذا الأمر إذا كان ربنا عز وجل نهاك عن هوى، فما بالك بما هو أعظم. قصة ما بتتعدى من أجمل القصص، ذكرتها لي زوجتي عن قريبة لهم، مين قريبة من الحي عندها ليها، تقول بلغ العمر بأبيها شيء عجيب، هرم كما قال الله عز وجل إما يبلغ عندك الكبر، ولا بلغ درجة في الكبر عاد مثل الطفل. أبوه هذا كنا طفل رضيع، بلغ البر بالبنت شيء ما يخيل، أنها عندها ولد عمره سنتين ثلاث حاطة له زي يسمونه عندنا في جنوب الهندول، تعرفون اللي حط في الطفل، حاطة اثنين، واحد لولدها أبو سنتين واحد لأبوها أبو 90 إلى 85 سنة. تصلح لهذا رضعت الحليب، وتصلح لهذا لأنه وصل مرحلة ما عاد يستوعب ولا يأكل شيء ولا في سنون، تنظف هذا وتنظف هذا، تحضن هذا وتحضن هذا، تنظف ذا وتنظف ذا، ترجح بذا بترجح بذا، صارت تهتم في كأنه الطفل رضيع من جديد. شوفوا البر، ما شالت ورمت زي ما قال الشيخ دار عجزة، لا قالت أبوي عندي أنا ربي. الشيخ إبراهيم الهلالي تعرفونه قاضي القحمة قضاء المعروفين الرجل فاضل، انتشر له مقطع عجيب يتكلم لأعجب قصة مرت عليه في حياته، اثنين اخوان الشيبان اللي جاوا رافعين قضية على بعض، عارفين ها اللي كل واحد يبين، كل واحد يقول بأمي عندي، كل واحد يبين الكبير الأصغر كان عسكري في الشمال تقاعد، وكان فترة العمل هناك كان أمه عنده أخوه الكبير هو قدا يرسله المصاريف لها، فلما تقاعد جاء قال خلاص يا فلان يكفيك كل فترة ذي بارب أمك كنت باقي أنا دوري، قال والله ما تأخذها إلا من المحكمة ورفض، وبعضهم الله يقطع عند أقرب شارع يقول روحوا دوروه ويحط معه ورقة لمن وجد هذا العجوز التائه يأخذ الأقرب دار العجزة. هي والله عند القاضي ويكلم القاضي، كلمني شيخ إبراهيم لا بنفسه كلمني شخصيا، يقولون هو متحاكم عنده، كل واحد يقول والله ما تطلع أمي من عندي، يوم حكم بها للصغير انفجر الكبير يبكي تحرمني من الجنة، يقول قال يا أخي أبغى الجنة زيك أنا، الله أكبر أنت 20 لك 30 سنة وأنت تحت الجنة في الجنة أبي جنة مثلك أنا، الله يبكون كلهم يبكون، هذا ماسك برجلها وبيده والثاني كله مش يبان طايحين. فهذا شوف قصص البر اللي فعلا تفرح القلب،
الله أكبر. فهذه كانت تعليق على ما قاله يوم قلت لي جميل. تعليقك تعليق هذا نص الحلقة. سلطان يقول في خاطرة شيء بيقوله. تفضل. أنا اسمحوا لي أقول شيء في خاطري. والله عمره ما يمد يده على حرمة هي على حق إلا اللي ينهام من الرجال. والله حتى على باطل ما والله العظيم عمر يد ما مدت، لأن إذا مدت عرف إنك ما تقدر تأخذ حقك من رجال برا. هذه نقطة. النقطة الثانية يكفي إن أمك تسهر آخر الليل عشان تعبك. والله لون عمرك قد ما يكون، والله العظيم إنها تقعد أحيانا لثلاث الفجر، وهذا حنشوف ما شاء الله يعني أعمارنا تعدت 25. والله العظيم إنها تقعد صاحية إلى أن تخف حرارتك يا إنسان. الله يجزاهم. فما بالك بالأطفال. فأنا أقول من مدة يده على أمها وعلى أخت الله يجعلها الكسر. وأنا صادق. ليه؟ والله إني صادق. أسأل الله أن يهديه. وألا الله يكسر يده. إني صادق. ليه؟ لأن في بعضهم إذا مدت يده على أمه يقول لك من زام في والدينا زام في العالمين كلهم. صدقت. ومن بار والله لا تسقي الوفا هربة كامل. الوفا بهربة. يا سلام. مهما قلت له ومهما سويت له ومهما وفيت معه بيجي يوم في أيام. إذا غدر في أبوه أمه هو بيغدر فيك. عز الله. هذه كنت بقول. بيض الله وجهك. الرسول عليه السلام بيمر معنا الحديث بعد شوي لما تكلم قال خيركم لأهلي. الرسول الشراح شيخ بن عثيمين غيره قال له أهلي هنا عامة ليس فقط زوجة ولا لا، كل أهلك. وقال في الذي يضرب زوجته وهو على حق، وضرب مو ضرب المبرح، ضرب تأديب وليس التعذيب كما قال العلماء، ويضرب الخطأ وقعت فيه. الرسول ايش قال بعد؟ قال ليس ذلك بخيركم. عجيب. يضربها حتى وين كان ورد نص ان يضربها ضرب. نعم قال ليس وليس ذلك أذن في الضرب للمصلحة وضرب بشروط وقال بعد فوقها وليس بخيركم. وليس بخيركم. فهذا إذا كانت زوجة ولا أخت ولا، فما بالك بالأم. الأم أولى الناس ببرك، أولى الخلق ببرك بعد حق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. طيب ننتقل إلى المرأة. الآن ذكرت الأم، ما بعد الأم من؟ الأخت الزوجة. الزوجة. إيه؟ نأتي للزوجة. الزوجة. لا ما نقدر. شكل عاد الزوجة ممكن بيت برا. عاد شكلك رومانسي يا شيخ وما شاء الله تبارك الله. هي نقطة هنا. أنت قلت رومانسي خلنا أقول الآن. ترى على فكرة يعني نتكلم صراحة ديننا يعلمنا الرومانسية. يا سلام. اسمعوا الآن كلام ده الآن. بعضهم ماخذين عن الدين الإسلامي لا، دينك يعلمك الرومانسية. تمسك بهجدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تكون أكبر رومانسي أنت. يا سلام. الرسول يسأل من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. ما استحى يقول عن حبه لها. أعلن أنه يحبها. أعلن للملأ. قصة معروفة ضربنا عمر بن العاص لما كل واحد لما أتى قال ما أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من رجال قال أبوه. قال ثم قال عمر. طيب يا شيخ أنت تحب زوجتك؟ أكيد أحبها. تسوى عيوني وغالية عندي. تستاهل. هي وقضت عمري عشانها. الله تحية ما شاء الله تبارك الله. الله يجمع بينكم على خير يا رب. أقولها للملأ كلهم ما شاء الله. إيه أحبها أغلى عندي. ليش قرة العيون؟ أمي وزوجتي وبنتي وأختي قرة عيوني. أما ما دام أنك خصيت السؤال بالزوجة نعم، لو قلت لأمي أقول لك أمي هي حياتي وروحي. الله. لكن ما قام زوجتك تحب أنا أحبها. يا سلام. وأصدح للملأ كلهم أنا أحب موجود. يبغى لك فيديو كليب على الإعلان هذا. أحبها. نعم إذا كان الرسول أمه قال نعم من أحبنا قال عائشة. أنا أستحي بالعكس أفتخر، وهذه كلمة لكل رجل. الله. إذا كان رسول الأمة عليه السلام قالها للأمة كله من 1400 سنة إنه يحب عائشة، أجي الحين أنا أغطي وجهي؟ لا شرف لي وفخر. طيب ليش حنا جلفين كذا جافين؟ هذه شيخ نتكلم صح. وحطينا المسلسلات هي اللي تعلمنا الرومانسية. هذه المشكلة أن ما طبقنا هدي مصطفى السلام، ما وقفنا كيف كان يمازح عائشة، يسابقها، يداعبها، بل والله لولا الحياء لعلمكم كيف كان يسوي معها. لكن هذا دين الله، لكن اللي بيتفصل التفاصيل يرجع لما ذكر تحفة العروسة لغيرها من كتب يقرأ. لكن الإنسان يتأدب أيضا على الهوى، لكن يصل لدرجة من الرومانسية والله يخسون البعداء هناك يعلمون الرومانسية. وعندنا من علمنا فعلا قمة الرومانسية الطاهرة البريئة وليست النجسة العفنة التي فيها من الشذوذ والانحلال والانحطاط. بعضهم حسب قمة الرومانسية رجال حب رجل ولا مرة تحب مرة ولا انك تاتي بما حرم الله في اماكن الشذوذ. لا هذا 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 رومانسيه فاشله، رومانسيه شيطانيه كاذبة، رومانسيه كاذبه، رومانسيه خبيثه.
نحن ندعو للرومانسية الطاهرة النقية، حب الزوج لزوجه وحب الزوجة لزوجتها، زوجته لزوجها، حبهم ضاعت العلوم. نعم ما عليه يا شيخ، نعم حبهم لبعضهم. لذلك مما يذكر عن الإمام علي، وهذا بعضهم يقول لم يثبت عنه، لكن يقول إيش، دخل مرة وهي تستاك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله عليه وسلم على أبيها. طبعا بعضهم يقول لك هذا لم يثبت هذه الأبيات، لكن اسمعوا، يقول لك رآها تستاك، قال شال عود المسواك ذا اللي في ثمها، شاله، ماسك العود كذا قدامه. شوفوا الآن قمة الرومانسية اللي يعلمونا اللي هو الأراك. حظيت يا عود الأراك بثغرها، أعد، حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، يقول ما فاز مني يا سواك، من إيش كذا يقول يا سواك وسواك افتحوا لي. لكن انظروا لما تأتي إلى الأئمة الأعلام، لما إمام أحمد بن حنبل مثلا لما سألوه عن أم عبد الله دعاها وتأثر، قال صاحبتني 15 سنة ما رابني منها شيء، زوجته 15 سنة ذكرها الود، ما رابها مني شيء إلا مرة واحدة وكنت أنا لها ظالمة. الله، لما ننظر إلى سيرة الرسول كيف كان يغتسل مع أمنا عائشة وعلى زوجاته في إناء، كان يلتحفون في فراش، كانت أمنا عائشة تأخذ العظم عليه اللحم تقلبه كذا يأخذ منها، تقول فيضع فيه موضع ثية، الله، يحط ثم مكان ثمي، في أعظم من الرومانسية؟ لا والله، يا شوف ما أكلت حط ثم مكان ثمها، يشرب المكان اللي تشرب منه، هذه قمة الرومانسية في الأفعال والأقوال، مو بس ولا أحبها، لا، يثبت لها حتى بالفعل أنه يحبها، يا شيخ يخاف عليها. مريحة الشعرية عندي، قول أحبك كثر ما هو يجيبك لي النسناس، جميل، وكثر ما تردى صورتك في خيالاتي، الله أكبر، أحبك وأنا فارح وأحبك وأنا محتاس. ايش؟ خصم لا قصيده صوتك عطنا، يقول احبك كثر ما هو يجيبك لي انس ناس، احبك كثر ما هو يجيبك لي انس ناس، وكثر ما تردد صورتك في خيالاتي، وأحبك وأنا فارغ وأحبك وأنا محتاس، وأقدرك وأداريك في كل حالاتي، في رسم الشعر في رسم لقياك، ما يجعلك تستكثر علي انتظاراتي، طموحاتي تناديك بين الرجاء والياس، أمانتك أمانه لا تهمش طموحاتي. سلامتك. الله الله الله، أبوك جميل جميل، حرقتني هنا، أنا برد عليه. طيب تقيل اليوم دخلت الأجواء رومانسية. اسمع اللي زوجته زعلانة منذ الليل، يقول هذا البيتين هدية مني لكل واحد إن زوجته زعلانة. دقيقة يلا يقولها، أصبر، 1 2 3 صلح عن بعد. أحبك لو تروح الروح، الله، أحبك لو تروح الروح، أحبك لو تزيد جروح، أحبك واعتذر آسف ولو منك الخطا مسموح. والله الشيخ رومانسي، تحية للشيخ. أقولك ديننا يعلمنا الرومانسية. يا سلام. إيه لا شوف الذي يطبق هدي محمد عليه الصلاة والسلام بيكون أكبر رومانسي من العباد، من الأتقياء، من والله أكبر الرومانسيين، زي ما يقول، تحفظ على كلمة رومانسية. أعطونا كلمة العربية يا جماعة ترجموها لنا. والله إيش معنى الرومانسية بالعربية؟ شاعري يا شيخ. شاعري. شاعري. شاعري ولا وجداني ولا إحساسي ولا كلها تتجمع. والله منهج محمد منهج كامل، حتى في أدق التفاصيل. كيف تتعامل مع الزوجة؟ كيف تملك قلبها؟ خذوا كلمة اختم بها يعني عشان نطلع لل. سلام والله. إحنا كيف تملك قلب زوجتك؟ دخلنا جو. لا كلام صراحة. في كتب ألفت في هذا. مستمتعين يا شيخ رضا عليك. والله طول. في كتب. إحنا مو عارفين إيش تقولون. إحنا مو عارفين إيش تقولون بس حلوة. عطيك دروس مجانية. حلوة عجبتني. دروس مجانية. عارفين إيش تقولون. دروس مجانية لكن كتب ألفت. كيف تحب كيف تملك قلب زوجك زوجتك كيف؟ والله أعظم كتاب وأعظم منهج وأعظم شخص يعلمك كيف تملك قلب زوجتك محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمك كيف. والله وزي ما قلت أنا أستحي أتكلم بعض الأمور، أقروا بس كيف التعامل الحميمي
بين الزوج والزوجة يعلمكم محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. إيه والله. لذلك هذه الزوجة التي هذه مكانتها، هذه على فكرة ترى هي سكنك، جنتك. قال الله عز وجل لتسكنوا إليها، تراها السكن. وتأملوا التسميات اللي أتت في القرآن، سكن، هن لباس لكم أنتم إيش؟ لباس لهم. سكن ولباس، إيش تفهم منه؟ القرب. شيء واحد. في أقرب منك شيء من ملابسك؟ شيء واحد. نعم، زي ما قال الشيخ، شيء واحد أقرب منها ما تجد. لذلك الزوجة تطلع على زوجها ما لا تطلع على حتى الأم لمكانتها. لكن انظروا في إشارات سريعة كيف تعامل، مواقف حقيقية، احنا ذكرنا عن كلام عام، خذ بس على عجل يعني. انظروا كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة، ومو بس تعامل معها في لحظات الأنس والقرب، لا، تعامل معها في شدة حالاتها. اللي المفترض إيش؟ الحب يقل، ها؟ يكون والله عندك نوع من الصرامة في التعامل معها، ولا لا؟ لما يكون هي على قمة حبه وحضنه وكذا يكون لا أنت مقبل، لكن لما تجد منها الشدة والعنف مثلا والعتاب والقسوة بيصير عندك ردة فعل، يكون في فجوة، لا، ردة فعلك من الرفق واللين بيخف ويقل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا، انظروا في شدة ما يكون المرأة تكون فيها شديدة وقت الغيرة. صحيح، وقت الغيرة. ومع ذلك انظروا بس يا من تريدون تتعلمون الرومانسية، انظروا ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كلكم يعرف القصة، أتي له بإناء من عند إحدى زوجاته، جابوا غلام في طعام، فطرق الباب، فتحت أمنا عائشة، نعم، قال هذا الطعام من فلانة زوجته الثانية. غضبت، ماذا فعلت؟ ضربت الإناء، لما طاح وتكسر وتناثر الطعام، تناثر الإناء. والرسول عليه السلام ينظر. والله لو كثير منا ايش بيسوي؟ ها؟ بالثور في الخبا يا شيخ، الله يستر. والله شوف يا شيخ ايش بيسوي؟ ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تأملوا، قام يجمع، ما قال شيري كسرتيه يلا جمعي، لا، دواك عندي، اي دواك عندي، هو بنفسه خير رسول الأمة. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام، بيديه الشريفتين الكريمتين يجمع الطعام ويجمع الإناء. مو بس كذا، لا، أعطانا رسالة للأمة كلها، قال غارت أمكم. غارت أمكم، ترى هذه لطيفة العبارتين دي، غارت يعني ترى لا تعذرونها، قال اعذروها، قال اعذروها، ترى ما وصلت المرحلة، المرأة لا تبصر في الحديث، المرأة لا تبصر قعر الوادي، يعني وصلت مرحلة لا تبصر. الشيء الثاني قال أمكم، يعني ترى لها حق عليكم، لا تغلطون، لا بسوء ظن ولا بكلمة، لا، ترى أمكم غارت، أمكم غارت عذرها، أمكم قدرها، شفتوا؟ غارت عذرها، أمكم قدرها. يا الله، انتبهوا انتبهوا. وش قال بعدين؟ قال إناء بإناء. وأيضا يا شيخنا ملاطفة لأمنا، يعني جميل، بس خلنا عشان أنزل وش قال الصم، قال إناء بإناء، محلول محلول، صحن بصحن يا جماعة، ليش مكبر الموضوع؟ صحيح، ليش مكبر الموضوع؟ أنت بتحرق الدنيا وتحرق البيت عشان فنجان طاح ولا تكسر، والله صار شيء، قمت قلبت الدنيا قيامة، ويمكن حتى جاتها طلقة بعد من الثلاث يطلق، والله عشان فنجان والله صحن طقها بثلاث طلقات ثم رجع بعدين، يا شيخ ترى طلقت ثلاث طلقات يا شيخ، أحبها وتحبني. فأنت السبب عشان فنجان ولا عشان معون؟ صحيح، عدمت الدنيا كلها وغضبها وقتي، يعني إذا إناء بإناء. وغارت أمكم، غارت كما قلت أنا عذر، أمكم قدر، قدر. تفضل. أنا بقاطع، لا لا، أنا بس أنه أيضا هي ملاطفة للجو، دارس من الرسول صلى الله عليه وسلم، وملاطفة للجو، أنه المرأة بعد غيرتها وبعد الحدث اللي تصلح فيه تصب عليها جام الندم كله. صحيح صحيح، تقول يا ليتني ما سويتها. صحيح، فالملاطفة فيها كانت رسالة أيضا. الرسول يقول، قلت الحديث أنا قبل شوية، خلنا أقول مدام لكن قلت هذه، الرسول قال يا أبا بكر الغيرة لا تبصر قعر الوادي، الغيرة المرأة الغيرة تغير، ما تشوف، تودي نفسها في داهية، ما تشوف، خلاص بصرها وذي تروح، خاصة إذا كان عظم محبة الزوج في قلبها. ترى بعض الحريم طز فيه، صح، لكن بعضهم لا تحبه. لذلك إذا عظمت، دروس مجانية لكم، إذا عظمت المحبة دلالة على عظم الغيرة، عظم الغيرة. هذه الزوجة اللي هذا مكانتها، إيش حقها؟ حقها كما قال صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ تطعمها إذا طعمت، تلبسها إذا لبست، إذا أكلت الأكل الزين تأكل مثلك، لبست اللباس الزين لبسها مثلك،
تحفظها في نفسها، في بيتها، في عرضها، في فراشها، تحفظها. لا، حقوق عليك عظيمة. هذه كما يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كان في بيته يفلي هو ملابسه، هو يخيط ثوبه على الصلاة، هو ينظف ويفعل. اللهم صل وسلم. توني كان يجيب لها، كان يرسل، يوم كانت عائشة لسه ما لم تكبر، كان يرسل بنات الأنصار يلاعبونها، يونسها، يدخل وناسة على قلبها، يسابقها. مرة وقف في المسجد، كان الحبشة يلعبون في المسجد، قال فكانت ودها تشوف، قالها أتريد أن تشاهدي؟ قال نعم. فوقف لها رسول الأمة، وقف ومد ذراعي كذا. تخيل، تخيل أنك ترى رسول الأمة، قائد الأمة، خير البشرية، خاتم الأنبياء والمرسلين، كأنك تراه قد مد ذراعيه أمام الأمة كلها. لا، عشان بس عائشة توقف ورا تشوف، عشان بس لها رغبة تشوف يلعبون كيف بحرابهم في المسجد. فوقفت، تقص بعدنا الحديث، تقول وقفت لأنظر، تقول فكان وقف وقف، ثم قال لها اكتفيتي؟ ما قال خلاص يلا روحي، لا اسألها لسه، اكتفيتي؟ بعدك شف وخاطر، إيه لك خاطر، اكتفيتي؟ قالت لا، قالت لا. وقف، انتظر شوية، فترة لين، اكتفيتي؟ قالت لا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وانت نستشعر موقف يا اخوان، يعني واقف عشان بس تشوف، واقف. تخيل الوقت كان كله يراوي، يقول لك ما ذراعيه ينتظر، اكتفيتي؟ ما قال خلاص يكفيك ترى تعبت، لا اكتفيتي؟ تقول له لا لا. ثم تقول، هي تقول والله ما لي رغبة في النظر، لكن أريد أن يرى الناس مكاني من رسول الله. الله، تقول ما بس ما همي أشوف، همي بس الناس يشوفوا مكانتي من رسول الله السلام. هو بس واقف مد ذراعي لها، حنا لو قعدنا خمس دقائق مدينا تخدرت العظام والعضلات، واقف واقف، حتى هي بنفسها انصرفت، حتى انصرفت. مرة طلع تكرمون، يكرمون السامين لحاجة يقضيها الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فقامت أغلقت الباب وراه، قفلت الباب، فجأة بيفتح الباب مقفل من جوه، يطرق الباب، افتحي. قالت والله ما أفعل، تعمد في ليلتي فتذهب إلى أحدى زوجاتك. وراح، كان عنده حاجة قضاها ورجع. فقال بنص الحديث، قال والله ما فعلت، كان ذي حق من بولي. بس ما قال ليش وفعل وزعل أبدا. فلما ننظر إلى فعله عليه الصلاة مع زوجته، نعرف مكانة المرأة كزوجة في الإسلام. بدل ما كانت تذبح وتهان وتحرق هناك بعض الملل الماحقة، وتستعمل بس للإنجاب ولا للمتعة، لا، هنا لها مكانتها، شقائق الرجال لها قدرها ولها مكانتها، زوجة نعم لها حق عليك تحفظها وتصونها. والله الزوجة ملكة، الزوجة ملكة، بل ليس حتى بل المرأة ملكة. احنا بنمر الآن على الابن، لكن كلمة عشان لا أنساها، المرأة في الإسلام ملكة. إن كانت أما حقها مقرب حق ربها جل وعلا، وأمر بحسن إحسان إليها، وجعل طاعتها من طاعتي جل وعلا. إن كانت زوجة، إن كانت بنتا، إيش بيكون لها؟ يكفي من قال رسول من عالى جاريتين كنت أنا وياها في الجنة كهاتين. اللهم صل على، إن كانت أختا، لذلك ملكة مخدومة، أنت حولها حاشية من الخدم ليقومون يهتمون بها، أب زوج أخ ابن كلهم يحوطونها. اللهم صل على رسول الله. هنا شيخ في تويتر، إحدى الأخوات تقول: صلوا على من اختصر الحب بقوله لا تؤذوني في عائشة. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طيب شيخنا، بارك الله فيك على هالحديث وعلى هالمشاعر وعلى هالكلام الجميل، وأنا مستمتع والشباب أعتقد أنهم مستمتعين، وأقرأ في الهاشتاج كذلك الناس مبسوطين من الطرح ومبسوطين من جمال الكلام عن الأم وعن الزوجة وعن الأخت وعن المرأة بشكل عام. مهما تحدثنا عن النساء نبقى مقصرين، لأنهم كما ذكرت في البداية هم نص المجتمع، وإن جونا النصف الآخر فهن المجتمع كله، لا حرمنا الله منهم، من أمهاتنا وأخواتنا وبنات المسلمين كذلك. فأنا شيخنا الوقت داهمنا، أشكرك لأنه فيه اليوم عندنا واحدة من أمهات المتسابقين الموجودين الآن معنا،
تريد يعني تكرمك يا شيخ علي الياسين وتكرم المتسابقين جميعا والطاقم كذلك بوجبة عشاء هي جاهزة بعد شوي، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأعتقد المتسابق هو نفسه ما يدري، لكن بعد شوي إن شاء الله هو مفاجأة، هو ما يدري الآن ترى. ما قد جاء ما يخالف. طيب شيخنا باقي دقائق والحلقة انتهت أمانة، أي والله مرة. بس إنه حريصين إنه باقي الدقائق هذه نذكر فيها أنفسنا والسادة المشاهدين، وخصوصا أهل الخير دائما من الخير قريبين. وعندنا وقف البر بمكة تابع لجمعية البر بن مضيلف، هو وصل تقريبا آخر إعلان له كم قالوا 34% تقريبا، فهو 34% الآن، ما بقي إن شاء الله إلا القليل. وأهل الخير موجودين، والآن في ناس يراسلون يقولون يا ناصر يا ليت أنكم مع وقت الرواتب أنكم تتكلمون، لأن الأيام اللي راحت ما كان في وقت رواتب وما كان عندنا شيء ننفقه، في ليت أن وقت الرواتب تذكروننا. فاليوم جينا حتى نذكر أنفسنا بهالوقف اللي يكفي الأيتام ويرعى الأرامل ويفطر الصائمين ويفرج الكرب. هالجمعية المباركة وقفها في مكة المكرمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، من أراد أن يرافق محمد صلى الله عليه وسلم فليكن من يعني الذين يكفلون الأيتام. شيخ علي، وش الرسالة اللي توجهها، لأن كلنا نهب حتى يغطى الوقف، باقي على البرنامج 22 يوم عقد الجمعية مع القناة، فما ودهم يعني ما يطلعون خايبين، يبغون يفرحون اليتيم والأرملة والمسكين ويفرجون الكرب. الله يسلمك. أولا أنا كنت أتوقع في وقت أطول، يعني بس ما تكلمنا في حلقة جاية لا عن بنت ولا أخت، تكلمنا أم وزوجة فقط وباقي نساء المسلمين، لكن إن شاء الله اللقاء القادم نكمل الحديث. نعم. حول هذا اللي يتابع القناة الجميلة الرائعة قناة الواقع ويتابع طرحكم يا شيخ ناصر وهالوجوه الطيبة والمشايخ يجيبونهم، دائما تحثون الناس على هذا الباب. أنا أقول صراحة والله من أعظم النعم أن نجد من يذكرنا، أن نجد من يحثنا على هذا الخير العظيم. كما قلت أنا في لقاءات سابقة تجارة مع رب العالمين، أنت تتاجر مع الله، وقلت مرارا وتكرارا والله لو أنا أعلن عن مساهمة الآن إحدى البنوك ولا إحدى الشركات مساهمة كذا كذا والمكسب 10% 15%، تجد أكثر الناس خاصة إذا كان بنك موثوق ولا شركة موثوقة، سرعان ما الناس يساهمون، يساهمون لأجل 10% ولا 20%، فما بالكم ب كما قلنا في 10,000% ولا 70,000%، ومن مع من تتاجر؟ مع رب العالمين الذي ضمن لك أن يعود مالك إليك موفورا منما ومضاعف لتقدمون. ترى في نقطة هنا مهمة جدا، ترى شيء بعض الناس يظن الأجر بس في الآخرة، بعض الناس ما يسمع قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعضهم يظن هذا لا، هذا الأجور في الآخرة، نقول له لا هذا ما بس في الأجور في الآخرة، لا في نقطة هنا مهمة جدا في الدنيا بتنالها، أنت تنال ماذا؟ أن مالك تناله البركة ويضاعف لك، هذه نقطة مهمة جدا في الدنيا. يعني الآن تطلع أنت في الدنيا الأجر الأعظم نعم صح هناك في الآخرة أضعاف مضاعف وحسنات عظام، لكن لا عاجل البشرى لك، عاجل البشرى لك في الدنيا أن مالك الذي قدمته في هذا الوقف 100,000 ولا 50,000 ولا 1,000 ريال يعود إليك في الدنيا، في الدنيا يعود، يعود أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، يضاعف لك أضعاف في الدنيا، يضاعف لك وتنال فيه البركة، ثم تنال أيضا خيرات عظام من البركة في مالك وأهلك، أيضا قد يكون شفاء لعللك لأدوائك، كل هذا بالصدقة والبذل والعطاء. لذلك فعلا والله من محروم من يستطيع ويبخل، محروم الذي يستطيع أن يقدم ويتقاعص تاجر مع رب العالمين. لحظة ما خلصت، أنا دائما أقولها، أقول يا أخوان سوق الجنة ينادينا، أنا وقفت صراحة احتراما لهذا النداء، الله عز وجل يناديكم للإنفاق للبذل والعطاء. والله لو جاءك اتصال من أمك ولا أبوك ولا مسؤول ولا يطلب منك أن تقدم ما ترددت، الله جل وعلا يناديك، يناديك لك أنت لخيرك، انفق يا ابن آدم ينفق عليك، ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال. إذا الآن الليلة يا إخوان من الليلة ترى كلها ضغطة زر عن طريق مباشر ولا عن طريق تطبيق معين تقدم، لا تبخل، تبخل ترى تبخل على نفسك. من الليلة أروا المولى عز وجل من أنفسكم خيرا، أروا المولى عز وجل من أنفسكم خيرا. والله لا أقعد أقول لكم بس القصص اللي أنا مريت فيها لمن الله عز وجل أعطاه أضعاف أعظم ما أنفق، والله يبغالي أسبوع أنا أتكلم. ايوه وقصص انا وقفت عليه بنفسي،
أنا بنفسي وقفت عليها 1-5 آلاف والله 3 أيام لو 50 ألف. أنا رجل الله. عندي في المكتب وغيره واحد من التجار جنبي يقول والله ما أقدم إلا يجينا أضعاف مضاعفة، حتى قال لي بنفس العبارة، قال والله يا شيخ لو أقدم مليون ترجع ملايين. لا إله والله في أحد البرامج كان جنبي جالس قال لو أقدم مليون رجعت ملايين. لذلك يقولها قل للناس ترى أعظم تجارة مع ربي يا الله. لذلك أعظم تجارة مع الله الليلة ضغطة زر، والله لا ترى العجب العجاب، وإن لم ترى في الدنيا الثمار هناك في الآخرة. المتصدق في ظل صدقته باب من الجنة، باب الصدقة، وهذا أعظم لك. أسأل المولى عز وجل يجعلني وياكم من المنفقين، من المباذلين، المتصدقين، والذين ينفقون سرا وعلانية لرب العالمين. اللهم امين. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. الموضوع طيب عشان بنقرط على العشاء فنستأذنك بس انه المشاهدين اللي يعرفون التحويل، الموضوع سهل جدا والجميع يعرفه عن طريق تطبيق الراجح لمن اراد تحويل جمعيات خيريه ثم جمعيات البر ثم جمعيه البر بالمضيلف في تطبيق الراجحي الضاد زي ما قلنا بدون عصا، ثم تحول مبلغ الوقف الخيري مباشرة ويصل إلى هالوقف اللي راح يكون في مكة المكرمة. وتعرفون أنتم جمال الوقف لما يكون في مكة أن النجور هناك تكون مضاعفة بإذن الله. فهذا الأمر يعني لنا كلنا، وما نبغى نتأخر دائما عن عمل الخير. يعني الجمعية الآن وصلوا إلى 35% والبرنامج باقي عليه 24 يوم و23 يوم. حنا ودنا نفرح اليتيم هناك، نفرح الجمعية والقائمين عليها والأرملة والمطلقة والمهجورة، مشاريع تفطير الصائمين. حنا لما نقول في رمضان فطروا الصائمين كل الناس تفرح بأنهم بيشاركون. الوقف هذا ميزته بإذن الله مئات السنين ممكن يدوم، بل ممكن أكثر، مثل وقف عثمان بن عفان الآن 1400 سنة. فما أجمل أنه تفطر صائمين مئات أو ألاف السنين والحسنات ماشية معك، والوقف في مكة ويكفل الأيتام واليتيم، هذا الطفل المسكين اللي فقد السند والعزوة له، والدة بحاجة إلى من ينفق عليه. هذه الأوقاف وهذه الجمعيات المرخصة المصرحة هي الجمال والكمال والدلال، هي والله لنا. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. في كل شيء إحنا نقدمه تراه لنا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، صدقة السر تطفئ غضب الرب، كل هذا يعني لنا. زي ما قال الشيخ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، والقصص اللي يقول الشيخ قبل شوي اللي أعطى مليون، يا أخي يقول لي واحد من رجال أعمال شيخ قبل والله جلست معه يقول رحت لقاء من لقاءات إحدى الجمعيات يقول كنت من ضمن الحضور، فيقول قالوا لي ألق كلمة، يقول لما طلعت على المسرح يقول تكلمت وتشجعت، فيقول بدر على ذهني أني أتبرع، فأعلنت تبرعي ب3 مليون ريال لصالح الجمعية هذه، ويعلمني كان مرافق معه يشهد، فيقول تبرع 3 مليون ريال، يقول أقسم بجلال الله، يقول هذا الأمر أنا أؤمن به إيمان تام، يقول ما وصل السيارة، يقول التاجر ما وصل السيارة إلا إيداع في حسابه مبلغ 7 مليون و8 مليون ريال من تجارة دخلها في يوم الأيام، فوصلت الربح دبل، فعرفت يقول مباشرة وريت هذا اللي جنبي مرافق قال شوف اللي قبل شوي كم؟ قال 3 مليون، قال الآن كم؟ قال 7 مليون. فيقول عرفت أن الصدقة والإنفاق الله سبحانه وتعالى يخلفها. وكان معي في لقاء تلفزيوني في قناة بداية، فأنفق في لقاء من اللقاءات ما يقارب ب7 مليون ريال في رمضان في سنة من السنوات، 7 مليون في لقاء واحد، جلس معنا وتكلم قال أنفق ب7 مليون، وأنا أعرف بعد الهوى يقول لي 7 مليون هذه الله سبحانه راح يدبلها لي، لأنه مؤمن تماما بأنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وصدقة شو يقول بل تزد، ما نقص ماله من صدقة، بل تزد بل تزد بل تزد في زيادة. ليش نخاف؟ حنا نتعامل مع ربي سبحانه الكريم ما نخاف. الآن بين يدينا مال هو مال الله، أعطاك إياه ترى بيتدبل يضاعف إذا أنت خلصت النية وخلصت العمل. لا تتقاعس وتخاف وتسمع كلام الشيطان، لأن الشيطان يعدكم الفقر. ترى الشيطان معي راتبي مثلا 5000 أقصاد السيارة، أقصاد السيارة مدري إيش. ترى اللي أنا أفهم يا شيخ وتصحح لي أن أحيانا ممكن ما يجيك تدفع 1000 مثلا في الوقف، ممكن ما يجيك 5000، لكن ممكن الله يبارك لك في 4000 المتبقية من الراتب، بشكل أنه ما يكون عندك يوم الأيام مريض تودي المستشفى تدفع، بشكل سيارتك ما تخرب وتروح تصلحها ب1000 ب2000. الله يبارك لك في سيارتك ويبارك لك في صحتك وفي مالك ويعطيك طولة العمر ويصلح لك النية والذرية بهالنفق اللي حنا ما ننتبه له. ترى حنا بس مجرد مذكرين، نذكر أنفسنا ونذكر كل من يشاهدنا. وش بتقول يا شيخ؟ أنا والله ذكرت يوم تقول مسار السوء ذكرت، لكن الوقت لا تفضل. عبد الله بن نعمة معروف، عبد الله بن نعمة الداعي المعروف يقول لما سقط في البحر في المسبح وانكسرت رقبته، يقول هو بيخش في الغيبوبة يقول تذكر امرأة قبل ما يطوع بربع ساعة أعطاها 5 ريال
تقول ما اجت الا هي وهو في ذاك الحال. لا اله الا الله. كان وربع ساعه كان المفروض يطلعونه ميت. صحيح. كانت الله مد في حياتي. فيقول لعلها كانت هالخمسه اللي قدمتها الضعيفه دفعت عني اني اموت. الله اكبر. ما طلع الا بعد ربع ساعه وهو تحت. تحت في المويه في المسبح. الله اكبر. فكما قلت يعني مصارع السوء صنع المعروف تقي مصارع السوء. الله يبارك فيك يا شيخ. وكلنا مؤملين مع أهل الخير بتغطية الوقف المبارك لجمعية البر بالمضيلف. إذا أنت بتحول عن طريق تطبيق الراجحي الضاد زي ما قلت لكم بدون عصا، لو تكتب بس المضيلف يطلع لك بدون عصا، يطلع لك الجمعية الوقف الخيري أنفق. وإن شاء الله نسمع بإذن الله تقدم النسبة واكتمال الوقف مثل ما اكتملت البرامج الماضية. وتسعدون أنتم حتى ممكن تواصلون مع الجمعية، رقمهم موجود، أي سؤال أي استفسار هم يفيدونكم. الجمعية مرخصة مصرحة الوقف كذلك. ممكن أنك تروح مكة في يوم من الأيام أنت وعيالك وتقول أبشركم أني أنفقت لهذا الوقف، اللهم لك الحمد عني وعنكم عن أبوي وعن أمي، والزوج يقول عن زوجته والزوجة تقول عن زوجها بأنها أنفقت عنه. فهذا هو الجمال وهذه الهدايا اللي تقدم. ترى في دروع مثل ما أصيل الآن بيتكلم عنها. أولا إن شاء الله هذا الأسبوع راح يكون سفراء الوقف أنا وحمد سعود، وبإذن الله وأتمنى من الله أن الله يعطينا القوة إحنا أعزائنا المشاهدين وإخواني أن إحنا نقفل الوقف إن شاء الله في هذا الأسبوع. أنا أتمنى من الله هذا الشيء وبإذن الله أنه إن شاء الله راح يحصل. فأنا وأخوي حمد ما إحنا سفراء هذا الأسبوع، مقدمين سهم لفضيلة الشيخ على نيته ونية عياله ونية والدته ووالده، فأتمنى أن يتقبل مننا. الله جميل. الله يعطيك العافية بارك الله فيك. مقبول. وأنا سمع علي الشيخ بتكلم. أولا أشكر لها الجميع وأشكركم كلكم والسفراء والقناة، وأنا أجعل هذا وقف لي. لا صح؟ نعم. أنا أجعله لكل مسلم. الله يجزاك خير. هذا أجعله لكل مسلم شريك معنا في هذا. الله يكتب أجرك. الله يرفع قدرك يا شيخ. جزاك عنا خير. علي بالروية أفضلته. حنا الآن في وقت الرواتب، فاللي بيتصدق ويحب أهله وأصدقائه ومتابعينه واللي عندهم في الواتساب، من باب المحبة أنت قدمت ونيتك خاصة. تكلمنا عن النية حنا، أنه مدح الإنسان في الدنيا هذا بشارة خير عاجلة له. فأنت صدقت ونيتك خالصة، اكتب رقم الحساب طريقة تصدق وإيصال صدقتك وارسلها لعموم الناس عندك في الواتساب. جميل. وحثهم على هذا الشيء من باب محبتك لهم. صحيح. فأنت وريتهم مبادرة منك صادقة، مسألها عند الله. فأنت الآن قاعد تحثهم على هذا الشيء. جميل. ومن اقتدى بك لك أجره وما نقص من أجر شيء. جميل. يا سلام. دار على الخير كفاءة. لو جمعية رسمية موثوقة حسابات رسمية اللي بينشر لأي مشكلة مع أموره حتى الجوانب الرسمية ما على أي مشكلة. صحيح. أنت هذه نقطة مهمة ترى كثير من جدا لما ترسل قائمة عندك ترى تعلم أنها جمعية رسمية، حساب رسمي، حسابات رسمية، ما في أي مشكلة. بالعكس الدولة رعاها الله وحماها تشجع البذل والإعطاء والإنفاق في المصارف الرسمية، المصارف الخيرية الموثوقة. الدولة بالعكس تعين وهي من أول من يقدم ويبذل. صحيح. نعم. بارك الله فيك شيخنا. وإن شاء الله بإذن الله متفائلين مع أهل الخير اللي دائما عودونا على تغطية الأوقاف لأجل والله هاليتيم اللي محتاج وقفتنا. المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، فما أجمل أنكم متكاتفين متعاونين متعاضدين لتغطية الوقف لإسعاد اليتيم والمسكين والأرملة والمطلقة والمهجور، وحتى أعمال الجمعية حتى يقدرون الناس يشتغلون، لأنه بدون أوقاف بدون مال ما العصب الحياة، يعني ما يقدرون يشتغلون إذا ما كان فيه مشاركات منكم. وقبل لا يكون هي الموضوع مو موضوع فزعة نفزع مع الجمعية، لا، الموضوع لي أنا ولك أنت. الملكان كل يوم ينزلان، اللهم أعطي منفقا خلفا، ترى المقصود أنا وأنت وأنت، والآخر الملك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنت اللي تمسك وتخاف ترى مدعي عليك، اللهم أعطي ممسكا تلفا، لكن أنت اللي بتنفق بما تستطيع وبما ما تقدر، يعني 100 200 اللي عنده خير، كل ما أعطيت خير أعطاك الله. أنت كريم ترى الله أكرم منك، أنت تبذل ترى الله بيزيدك. فلا للخوف لا للرعب، أنت تتعامل مع الله، لا تختبر الله ولا تجرب الله في عطائه، إذا أعطى أغرقك وأدهشك ويسعدك. فبادروا وفرحوا أنفسكم بالإنفاق في مثل هذه الأوقات، فرحوا الأيتام والأرامل، موضوع سهل جدا، شارك الآن وانشروا دال على الخير كفاعله، وأنتم أهل الخير دائما. أنا أبغي تنسى السحب، أبغي نختم وننسى السحب، نشوف الفائز معنا في طيب الآن معنا يا شيخ، لعلك تقول لي قفل أنه في جائزة 300 ريال الفائز معنا على سؤالك اللي طرحته. طيب شوف من الأوائل من هنا دقيقة خلني أبحث، لأنه في ناس شاركوا في البدايات في ناس شاركوا في النهايات، حتى نروح للأخير ثم نرجع مرة ثانية فوق. سم ما أعلنت من اللي فاز بالسفارة أعلن الآن.
الأسبوع الماضي كان فيصل عبدلي وفارس السيد. قف ما شاء الله عليك مركز معي أنت. ألف مبروك لأختنا رنين، سمعونا تحية رنين، تستاهل جائزة نقدية 300 ريال، واللي فازوا الأيام اللي راحت لا يستعجلون، بعضهم يتواصل معي يقول لسه الجائزة ما وصلتني، راح تصلكم بإذن الله عن طريق مؤسسة مسارات الأفكار التجارية، راح تصل أسماء عندهم لكن حبة حبة وخطوة خطوة وتوصلكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. الفائز معنا الأسبوع الماضي ما بين فيصل عبدلي وفارس السيد، اللجنة يقول احتاروا من الأفضل، كل واحد فيهم يقول الزين عندي والجود عندي وقدموا كلهم، أسأل الله ليحرمهم الأجر، لكن هذا شيء تحفيزي وشيء يعني يزودهم شوي. هذا فارس السيد يوم سمع طاري الدراهم أنه في 3000 ريال ما كان حاضر معنا من بداية الفقرة، الآن سمع طاري الدراهم وجاي يركض يركب المايك، ايش رايك فيه يا شيخ؟ هذا خلف الكاميرا الآن. تعال يا فارس تعال. جتني بوسة من بعيد. سمي فيصل. أول شيء احنا بإذن الله نبذل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والله يجعل كل من قدم خلال هذا الأسبوع أو خلال الفترة الماضية والقادمة وجه الله ويجعلها بركة وعلى نيته وعلى ما أراد. وأنا وحبيبي فارس واحد، أخوي فارس عملنا سويا وفارس بذل كثير وأنا معه بإذن الله، الله يتقبل مني يا رب، وسواء أنا وأخوي فارس إحنا واحد. والله شوف يا شباب أمانة اللجنة احتاروا بين فارس وبين فيصل عبدلي وقالوا ما ندري نعطيها من، عطاءاتهم كلهم كانوا مجتهدين بزيادة، العادة يكون فائز واحد لكن المرة هذه قالوا 3000 ريال تقسم بينهما 1500 ريال 1500 ريال. اي نعم. طيب سلطان تبغى ترحب نيابة عن زميلك؟ عندي كلمة. طيب مايكك شغال؟ شغال كل شيء شغال، وفاء عليك ما في خصم الحين. اصيل لو تستريح بس علشان الكاميرا تجيب زميلك. اولا لا هو بتقلطنا نيابة عن زميلك وعن والدته. اي نعم يلا سم. اول شيء ابارك الاصيل على وش يا مجنون، هذا حقه اللي كان ضايع عود له. نجم الاسبوع. نجم الاسبوع. الف مبروك الاصيل نجم الاسبوع. ومرحبا الله يحييكم باسم والدة اصيل، الله يحييكم على العشاء عشاكم. ترى ما يدري فرحتها بسيط شيء كبير، وفرحتنا كلنا بسيط شيء كبير. والله العظيم والله العظيم انها من يوم جاء الخبر اني انا ما لي الا الكلام. اي والله والفعل والله انها من اصيل واهل اصيل. الله يغنيهم ويكثر خيرهم ويالله يحييكم على العشاء. الله يطول عمرك ويسعدك. أصيل 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 بيقول شيء، أصيل بيقول شيء ترى مفاجأة له. أولاً والله ما أدري شيء، والله ما أدري أصلاً إيش اللي حاصل. لو تجي كذا ما أدري إيش سالفة العشاء. وقال لي فارس، قلت كيف فارس؟ أنا ألخمت ولكن اللي بقوله الله يجعلني في درجولها، لا هي ولا أبوي ولا أخواني ولا أخواتي ولا كل من وقف مع أصيل من يوم دخل الإعلام، جعلني والله ما خلا منهم وبيض الله وجيههم جميع، ويا أبوي أمي جعلني والله في درجولكم. أقسم بالله أنكم طيحت وجهي من الخجل منكم، لكن الله يجعلني أرد الجميل لو بشيء بسيط. الله يرجع عسى طيب كلامه بالرد. لا لا إن شاء الله. الله يسعدك يسعدك. تفضل يا شيخ. جعلني والله ما خلا منهم. لا باول أمهات ما حد يدير الجميل. جعلني والله ما خلا منهم. بالبر يا رب يا رب. زين غيرت.